الأجواء مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات رائعة في هذا الصباح. شوطنا تلو الآخر، الأجواء مستمرة والتحديات رائعة في هذا الصباح الجميل. شوطنا الخامس من تمت انطلاقته منذ لحظات، وأعلنت أيضا إشارة البدء في هذا الانطلاق وهذا التحدي المثير. شوط خاص بالحجاج الإبكار، نتابع الصدارة، نسير بالمقدمة كي نعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور من تنافس وتحديات على مقدمة هذا الشوط. وأرهني صدفة من قادة المجموعة حمد بن نافع الشدي المنصوري، من يتابع انطلاقة صدفة اللي قادت المجموعة منذ البداية، تليها في المركز الثاني أرهني مشهورة حميد بن مطرب السالم بالعرضي الحميري، ومع المركز الثالث من الجانب الآخر. التحديات مستمرة، الانطلاق للشواهي لمطر بن محمد القريني المنصوري، نتابع المركز الرابع والتسلل من الجانب الآخر. أرى هناك الكايدة من تنطلق مع المركز الرابع لخالد بن حميد بن حارب المهيري، بين انطلقنا مع المركز الخامس بقرة تسلل السرابة سيف بن عبيد بن حميد بن عابد المهيري، من أطلق سرابة مع المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، والنداء الأول للخمس المراكز الأولى. نعود مع الصدارة، نتابع البداية، نتابع المقدمة، وأرى هناك صدفة، أرى صدفة من تقود المجموعة منذ البداية تندفع بناموس هذا الشوط لحمد بن نافع الشدي المنصوري، تنطلق بالتحدي، تنطلق بالإثارة. المركز الثاني أرى التسلل في هذه اللحظات من بدأ تتسلل مع المركز الثاني بشاير محمد بوكت الفام الخصيبة الظاهري، منقدم أيضا منقدم الطيارة في صباح هذا اليوم. يا سلام، يقدم أيضا التحديات مع بشاير، مع الانطلاقة، مع التحدي المثير، ومع المركز الثالث. المركز الثالث أرهني الكايدة تأتي ثالثا بشعار خالد بن حميد بن حارب المهيري، ومع المركز الرابع القدوم والتسلل السيدة لسعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، نتابع المركز الخامس والانطلاق من ضبية لمطار بن عيد بن يمع بالكوس، من يتابع انطلاقة ضبية مع المركز الخامس. غادرنا لوحة 1200 متر النهائية، وصدفة، صدفة انطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، تندفع مع التحدي، مع الإثارة، شعار حمد بن نافع الشدي المنصوري، من يتابع انطلاقة صدفة. ولكن أرهني بشاير، أرى بشاير مع المركز الثاني لمحمد بن خلفان الخصيبة الظاهري، ومن الجانب الآخر سيدة أيضا تنطلق مع المركز الثالث بشعار سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي، نتابع المركز الرابع التسلل لضبية لمطر بن عيد بن يمعه بالكوس. يا سلام، ارصدني التسلل لفدوة، من بدأت تتسلل في هذه اللحظات بأول ندى، تنطلق فدوة لسعيد بن راشد بن غدير، من يتابع هذا الانطلاق المثير. يا سلام، المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير، صدرت الأوامر، وبشاير تنطلق بالصدارة، تنطلق بالمقدمة، شعار محمد مخلفان مخصيبة الظاهري سيدة، مع المركز الثاني سيدة، وشعار أيضا سعيد مخليفة بن رشيد السويدي فدوة، مع المركز الثالث لسعيد بن راشد بن غدير، نتابع المركز الرابع أرهني ضبية لمطر بن عيد بالكوس. اللحظات الأخيرة مشاهدينا متابعين الكرام، التحديات مستمرة. يا سلام، الكوكبة الثلاثية فدوة تتسلل، ولكن يا سلام، سيدة من الجانب الآخر، يا سلام، التحدي، الإثارة، عنوان هذا الشوط، ولكن سيدة بشعار سعيد مخليفة بن رشيد السويدي للمرة الرابعة. سلام يا جميرة، سلام، تهاني لسعيد مخليفة بن رشيد. المركز الثاني محمد مخلوان مصيبة، المركز الثالث سعيد بن راشد الغدير، المركز الرابع. التحديات مشاهدينا متابعينا الكرام، الضبية المطار بن عيد الكوس، المركز الخامس صدفة لحمد بن نافع الشدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود بالتهنية لسعيد بن خليفة بن رشيد على فوز سيدة بالمركز الأول، تقطع المسافة في 4 دقائق 51 ثانية.